مدير فرع بلدية محافظة الجهراء محمد العرادي أعلن عن قيام فرع بلدية الجهراء بقطع التيار الكهربائي عن 45 منزلا لإضافتهم بعض الأدوار المخالفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. وقال العرادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية لتحديد أماكن المنازل التي بها أدوار إضافية مخالفة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.